خلونا نمشي لصحة وعافية لجراحة العيون ونرجع لكم تاني. نتكلم عن الشبكية، نتكلم عن جزء من الجهاز العصبي. هي موجودة في العين لكن تعتبر جزء من الجهاز العصبي اللي هو جزء من المخ المسؤول من نقل الإشارات أو استقبال الإشارات من الشكل الخارجي بعين له الإنسان ويحوله لنبضات عصبية تنتقل من خلال العصب البصري للمخ عشان تترجم لنظر. عبارة عن مستقبلات بتحول الضوء لنبضات كهربائية، وهي طبعا يعني بنقول من أهم كل الأجزاء بتاعت العين مهمة، لكن أهم أجزاء العين هي الشبكية في مسألة الرؤية دي يعني. وبتصيبها للأسف الشديد كثير جدا من الأمراض، وبتتأثر أكثر بالأمراض اللي هي بيقول لها سيستميك ديزيز، يعني كل الأمراض اللي بتأثر على الجسم، بالذات الأمراض اللي بقت منتشرة كثير زي السكري والضغط وكذا بتأثر على الشبكية تأثير مباشر. أهم الأمراض اللي ممكن تأثر على الشبكية، أمراض الجسم اللي بتأثر على الشبكية زي السكري والضغط والإصابات برضو الشديدة في العين والأمراض الوراثية. الأشياء دي دائما بتأثر على شبكية العين وبتخلي النظر يقل بصورة كبيرة جدا في العيان يعني. عشان نحن نتفادى المسألة دي في طرق كثيرة جدا تتفادى بها الأمراض الشبكية. أهمها إن الزول يعني يتحكم في المرض بتاعه ويكون منظم كويس، مثلا إذا كان في سكر ينظم السكر كويس ويتابع متابعة مستمرة على أساس إنه ما تحصل المضاعفات دي. دائما بتحصل من 7 لـ10 سنين بتبدأ مضاعفات السكري. والضغط برضو إذا كان عالي وما منتظم بيأثر على الشبكية. ضغط العين إذا كان مرتفع برضو ممكن يؤدي لنزائف وانسدادات في الشرايين والأوردة بتاعت العين. دي التفادي بتاعها بانه الزول ينظم. اذا كان بدت معاه التغييرات دي برضو عنده فرصه انه بتنظيم السكري وكده يقلل من الاثار السالبه اللي ممكن تحصل من الامراض دي. لكن بتنتقل بعد ذاك لمراحل ثانيه قد يحتاج فيها انه نعمل كي للشبكيه بالليزر، او ياخذ حقن داخل الشبكيه على اساس انها تقلل النزيف وتقلل تكوين الاوعيه الجديده، وممكن لحد ما يحتاج لجراحه، جراحه اللي هي قص السائل الزجاجي وارجاع الشبكيه في محلها. ده بالنسبه للسكري. الامراض الوراثيه برضه ممكن تفاديها بالاستشارات، يعني اذا كان في مرض وراثي منتشر في الاسره بيقوم بيحاول انه يعني تكون الزواج ما يكون زواج اقارب عشان ما يظهر في الاجيال اللي بعده يعني. دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يتفادى بها، زي التصبغ الشبكيه الوراثي وزي تنكس بؤره العين. دي اشياء ممكن تفاديها بانه يمنع زواج الاقارب ده. الاصابات طبعا برضو بتأثر على الشبكية تأثير مباشر وغير مباشر، يعني ممكن إذا كان الجسم الغريب اخترق العين كلها وأثر على الشبكية يعني يقوم يدي فيها لأضرار، أو إذا كان يتأثر جزء
من اعضاء العين القدام الشبكيه عمل نزيف او كده برضه بغطي عليها بياثر على الرؤيه بتاعتها. دي اهم الاشياء ممكن يعني زول يقول عن الامراض الشبكيه.